بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرى تحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنه توفيق نير رب سبحانه وتعالى تتحستو حتون ملسن كاب كتاب فتاوى أركان الإسلام زبلنا الشيخ محمد بن جميل من الشيخ محمد بن صالح العثيمين كاب إنا نقرب زلنا لو مدما حد حتو بزعبا قداي نعقيدا زملكت بزعبو إن شاء الله كنا قربنا مالتيو شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كم زتباهي لهم تحاتيتم هل الرقيه تنافي التوكل؟ رقيه مكبارسي مستي توكل due الجواب التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المدار مع فعل الاسباب التي امر الله تعالى بها توكل زبهال نبي سبحانه وتعالى حق <applause> انا زخوني متزقع ختزقعنك لخ ازي توكل زبهال مسود ماني تي نبي سبحانه وتعالى تتزقعوزن زلخا نزخوني تغمي رخيبكا تغمي نمدلاين كومود ماني كاب زخوني يخون قد ات نختكالا خليلكا نبي سبحانه وتعالى ملو متزقع كتغبرنك لخ اما مع فعل الاسباب التي امر الله تعالى بها مستي رب سبحانه وتعالى سبب كن قبرو زلنا حد سراح ويتكبر كتكبر على اللوز بولو رب سبحانه وتعالى مسؤو سريحك ناب رب سبحانه وتعالى متصقع ازي توكل زبهل وليس التوكل أن تعتمد على الله بدون فعل الأسباب توكل كبهال أيك إلينيو أنت داز خن سرحة تجبرات جديف كا سبب كي جبر كا نبر فإن الاعتماد على الله بدون فعل الأسباب طعن في الله عز وجل وفي حكمته حدسب أنت داني دا نبر بسبحانه وتعالى تجع كليلو مو زخون يكون تكبارات دخون يكون سرح كي سرح تطويلو كوكالي انترايلو ازي توكل توكلي كبها لايك اليني بل موكاس الله سبحانه وتعالى وفي حكمته تبارك وتعالى نتي حكمة نيرب سبحانه وتعالى دتس لأن الله تعالى ربط المسببات بأسبابها الله سبحانه وتعالى نحادي كون زركب <applause> الله سبحانه وتعالى بمخنيات كم زركب غير ربط المسببات بأسبابها إن حد نقر نخركب حد كسر حلو مستسرح مستسرح دماني تي رب سبحانه وتعالى زدلي يخون مالتيو وهنا سؤال حدا حتو أبزكن العل نخيل مالتيو من أعظم الناس توكلا على الله من يتي زعابة نبرب سبحانه وتعالى متوكل زبهال نبرب تجعي زبهال سبسي منيو أنت رأيلك الجواب هو الرسول عليه الصلاة والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم تمنى بحق متوكل نبرة بزنبرو وهل كان يعمل الأسباب التي يتقي بها الضرر نزقود زخون مكلا خلي بمبال أسباب وسرحت يكايدون نيروم النبي عليه الصلاة والسلام الجواب نعم و يكايدو كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الحرب يلبس الدروع ليتوقع السهام النبي صلى الله عليه وسلم ناب كينات كخودو انكولو والتا يلبسو نيروم كابتي كينات نيت على إزمت مكالا خلي وفي غزوة أحد ظهر بين درعين وكذا أب غزوة أحد كخودو كلتة درع لبسهم أي لبسا درعين كل ذلك استعدادا لما قد يحدث زي نتي كجات زخيل مكالا خالي ففعل الأسباب لا ينافي التوكل انبعار سبب مكبار سرح مسراح مكالا خالي مكبار نتي توكل زت أهرر أيكونن إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب مجرد أسباب فقط لا تأثير لها إلا بإذن الله تعالى إن تدع حادثة أبوش لبو أبو منوتو إزيد سر مجرد سبب رب سلد عزة زد نسو زب مسرحي تقود داي زبل إن تدع اللو خينو زبهال وعلى هذا فالقراءة قراءة الإنسان على نفسه وقراءته على إخوانه المرضى لا تنافي التوكل سلازم بعري ننفسخا مكلا خلي الكا قد قرّ كم نحواتكا دحامو قرآن قد ايزي ألم إزي مستوكل أيكونن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرقي نفسه بالمعوذات كابتيز ترقاقات تكباراتنا رسول صلى الله عليه وسلم معاوذات قل اعوذ برب الفلق قل برب الناس كَالِ أَدْعِيَةٍ ادعيا غيرهم نفسهم تاب ربي يعقب نيروم. وثبت انه كان يقرا على اصحابه اذا مريدوا كومون دماني النبي عليه الصلاه والسلام انت ابو صوتهم حميمهم دماء رقيا إجبر لهم نيرم بمبال والله أعلم له دمو ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد